إذن سيداتي أنساتي سادتي متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام، الشوط الثالث من هذه الأمسية للخيل المهجنة الأصيلة تكافأ الدرجة الخامسة مسافة 1200 متر، انطلاقا مع الجواد الرقم واحد سيجنر عبد العزيز الكثير رولان توماس على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط، محاولة مع الجواد الرقم 14 لاحصل لعبد العزيز عبد الله بن أحمد بن حسن المالكي لجاني كارلس هندريك على ثاني المراكز، محاولة ثالثة من الداخل مع الجواد الرقم 6 سوبر مومنت لعبد العزيز جاسم البعوني سفيان سعدي من الداخل، أيضا محاولة الجواد الرقم 10 الجواد أكليم الدانسر ابن سالم فتغ من هذه راشد صعاقة على رابع المراكز من الخارج، خامسا محاولة مبارك سيد النعيمي مع الجواد الرقم 15 هدير وماجد سيف الدين فالح ابو غنيم على خامس المراكز، عودة إلى المركز الأول مع عبد العزيز الكثيري مع الجواد الرقم 1 سيجنر عبد العزيز الكثيري ورونالد توماس على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط، محاولة الجواد الرقم 6 الجواد سوبر مومنت عبد العزيز جاسم البعنين سفيان سعدي على المركز الأول فعلا، إذا المركز الأول مع الجواد الرقم 6 سوبر مومنت، إذا الجواد الرقم 6 سوبر مومنت عبد العزيز البعنين على المركز الأول فعلا الجواد سوبر مومنت عبد العزيز البعنين إلى المركز الأول وإلى صدارة هذا الشوط. إذن الصدارة والمركز الأول مع الجواد رقم 6 سوبرير مومنت لعبد العزيز جاسم البني الفبروك، ثاني مراكز مع الجواد رقم 1 الجواد ذا سينجر لعبد العزيز الكثيري، ثالثا مع الجواد رقم 16 الجواد ديرا بريدج لجاسم بن حمد العطية، رابع المراكز مع الجواد رقم 2 الجواد الفايز، وخامسا مع الجواد رقم 8 الجواد برايس كيف. ألف ألف مبروك للفائزين في هذا الشوط.